ميتيو. صباح الخير، نهاركم زين على إيفام أحلى غاديو. اليوم الجمعة 18 سبتمبر، نهاير مزيان وسخون. الشميسة زرقت في تونس 6:04، اسمة صافية في الجهة الكل ومعها شوية سحاب. الريح تكون معتدلة خفيفة في الصباح وسرعتها في العشية ما تفوتش 30 كيلومتر في الساعة. البحر باش يكون متموج في خليج قابس وفي شطوط الشمال ومضطرب شوية على باقي السواحل، يعني اللي يحب يبرمج عومة ما فماش مانع. الحرارة في ارتفاع وعليها يكون بين 28 و32 درجة على السواحل الشرقية، بين 36 و36 درجة في الشمال الغربي والوسط، وبين 36 و39 في الجنوب. باش نسجلوا في الصبحية 27 درجة في بنزرت، 28 في تونس ونابل، 26 في المستير وصفاقس، 35 في مدنين. في المناطق الداخلية عنا 26 درجة في بيجا وجندوبة، 30 في سليانة والقروين، 28 في سيدي بوزيد، 27 في القصرين، 30 في قبلي و30 في تطاوين. أنا نرجعكم ساعة جاية بحوال الطقس، وانتوما ما تبعدوش، خليكم برانشي على إيفام وبرامجنا يونسوكم. بعد شوية موعدكم مع رفيق بوشناق وتوتليكي في الرفماك. توت سويت خليكم مع الأخبار. إيفام توا 7 في تونس 8 في فيينا. أخبار الجمعة 18 سبتمبر مع سالمة هلال. صباحي. صباح النور. الوكيل العام في محكمة الاستئناف في نابل استعمل الحيل الإجرائية لتمكين الأشخاص المتنفذين من التهرب من المسؤولية الجزائية، هذا ما أكدوا أنس الحميدي رئيس جمعية القضاة التونسيين في ندوة صحفية وكتبتها مبعوثة إيفام أمير العجيل البارح. احنا شفنا عضو من مجلس القضاء العدلي اللي هو الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بنابل يتدخل في كل القضايا ومارس الضغوطات على القضاة يستعمل الحيل الإجرائية لتمكين بعض الأشخاص المعروفين من التفصي من المسؤولية الجزائية، وتدخل في قضية متاع زهير مخلوف، وتدخل كذلك في حادث المرور الأخير متاع عبد الحميد بن عبد الله، وتدخل بنحو فتح أبحاث تحقيقية لتمكين المواطنين هذوما من التفصي من عملية الإيقاف. قلنا البلاد والنهضة تحتاج للغنوشي، لكن هذا ما يعنيش بالضرورة تجاوز القانون والتموقع في رئاسة الحركة، هذا ما قاله الإيفام عضو شورى حركة النهضة زبير الشهودي. هالكلام هذا يعني في الحركة والبلاد في حاجتها الشخصية مثل راشد غنوشي موجود منه في النص متاعنا، مش نكرينه يعني. أبقى لا يعني بالضرورة تجاوز القانون والتموقع في رئاسة الحركة. الوظائف كثيرة السياسية، بقدر الوظائف السياسية أو الأدوار السياسية على شرط ألا تتعارض مطلقا مع القيادة المنتخبة في المؤتمر 11. يعني مش نعمل قيادة جزء قيادات، نحن عندنا رئيس حركة بنفس صلاحيات الرئيس الحالي تقريب، ومجلس الشورى بصلاحياته، ومكتب التنفيذي بصلاحياته، دون أنه نغفلوا شخصية مثل الأستاذ راشد غنوشي. بعد ما أذن رئيس الحكومة بالانطلاق الفوري في بناء جسر الفايدة تلامذة منطقة الخليفات في بوسالم جندوبة، رئيس بلدية بلطة بوعوان صلاح الفرشيشي أكد الإيفام انطلاق دراسة المشروع على أنه توفى الأشغال نهائيا في أجل أقصاه شهرين ونص. مباشرة السيد رئيس الحكومة أرسلنا مكتب الدراسات اللي قام بالدراسة على عين المكان في المعبر اللي باش يقوم عليه الجسر، في ظرف 3-4 أيام يكون طلب العروض لتعيين المقاول الذي إنجاز الجسر يكون محدد، وإن شاء الله في ظرف شهرين ونص يتم بناء الجسر هذا بصفة استعجالية. مع هذا قادر السيد رئيس الحكومة بتخصيص سيارتين لنقل التلاميذ من طريق آخر للمدرسة متاحة إلى حين انتهاء من بناء الجسر. التلاميذ هذا يقرأوا في مدرسة البلدية ويقرأوا في مدرسة اللي في مدرسة البلدية. تسكير مسجد التوحيد في حي تضامن في أريانا بعد تسجيل إصابة واحد من المصلين فيه فيروس كورونا، وأكثر تفاصيل مع المدير الجهوي للشؤون الدينية في أريانا مراد سالم. تم تنسيق مع الصرف الجهوية ولجنة الصحية الجهوية لاتخاذ التدابير اللازمة والمتصلة في الاتصال بالشخص المعني، والمسجد تم تعقيمه واتخاذ قرار غلق حتى يجنبوا الناس مزيد الانتشار. ثم مدة 5 أيام على الأقل تقريبا يتم تواصل عملية التعقيم، ثم تم تواصل مع عائلته الشخص هذا اللي هو أحد رواد المسجد التوحيد، وإطار المسجد أيضا تم أعلامه باش يقوم بالتحاليل اللازمة ويلزم منزل متاعه ويحيم ورود التحاليل. بقية أخبارنا في عناوين: تسجيل 470 إصابة جديدة بفيروس كورونا وأربع حالات وفاة بتاريخ 15 سبتمبر. في بنزرت غلق مؤقت روضة أطفال بعد ثبوت إصابة مساعدة مديرتها بفيروس كورونا. فرنسا تسجل 10593 إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة في أعلى حصيلة من وقت ظهور الوباء.
الرئيس التركي إردوغان يجدد دعوته لأوروبا لتبني الموضوعية في شرق المتوسط. البنتاغون تعتبر أنه يمكن المساواة بين شن هجوم سيبرني واستخدام أسلحة الدمار الشامل. موعدنا يتجدد 7:30 وتنجموا تتابعوا برامجنا وأخبارنا على FM TV على اليوتيوب. اسمعني وخبي نغمتي وهناتي واللي خفات الروح من أسرار. اسمعني وخبي نغمتي وهناتي واللي خفات الروح من أسرار. سكتتي وآهاتي همسة تعودي وسكتتي وآهاتي واللي خفات الروح من أسرار. الوحش حرك كبيتي وكليني شادد قول الشلة الجود فايبز موجود غرياني ندرة سو كيوت وصغيد يركح ويشوت راف ماج عليو في الصوت علي الراف ماج علي الراف ماج علي الراف ماج علي الراف ماج اوكي خليلو يخرج بالهرجة في وذنك يعطيك الفرجة وفي المرجة مرجوب وغنجة ربعتها مخي تشرجة علي الراف ماج صباح الأنوار. تحية كبيرة لكم وين ما كنتوا. مرحبا بكل واحد اختار باش يرافقنا في رحلة جديدة من الماتينال نتاعنا على إف إم راف ماك.
حتى للتسعة ونص الجمعة 18 سبتمبر 2020. حلقة جديدة وساعتين ونص نترافقوا فيهم باش نحكيوا على آخر المستجدات في تونس والعالم. رسميا كل ولايات الجمهورية في القائمة الحمراء. الكورونا تضرب بقوة، تواصل الانتشار بعد تسجيل 470 إصابة جديدة، وهكا يصير العدد الجملي للحالات 8570 حالة. خلال لقائه بيوسف الأشاد رئيس الحكومة هشام المشيشي يؤكد أهمية تنقية المناخ السياسي وانخراط الجميع في إنقاذ البلاد، لأن الحالة لم تعد تحتمل. في تصريح أو تدوينة منسوبة لرئيس حركة النهضة لم يتم تكذيبها إلى حد الآن. راشد الغنوش يتحدى مئات قيادي في الحركة متاعه، ويقول هذا شبيه بما يفعله الجنرالات، جنرالات العسكر حين يأتون فجرا لتنحية رؤساء الدول. نلعب بعد شوية على 100 دينار كاش. كلمونا على 31-380-1 31-380-3-0 رقمي نجم مكانكم بعد شوية بشتربحوا معنا 100 دينار كاش. نسلم عليكم وما كنتوا، نستلم لكم وترمتاعكم على الباج فيسبوك راديو EFM، ومرحبا بالجميع. انطلقت الرحلة، يعود بعد غياب الفتى المدلل جولدن بوي الرفماك مراد صغيدي. صباح النور يا صباح الفل محلية هالبلاتو اللي بألوان صيفية. أنا مقبلني ناصر بالأبيض، سونيا تقريب معناها لما حالة بلون كاكي، أما الكل منور كيف معينيها بطبيعة الحال. زياد ما نحكيوش، الحاج ما نحكيوش، بو اللي بو أنت بالوردي وتعرفوا معناها معنى الدلالات تاع الوردي. لا لا فسرنا دلالات الوردي. هو شوف من حاجة فسلي فسلي أتحمل مسؤوليتي في الألوان اللي يختاروها. أول حاجة الوردي ما معنى لفين روز، معنى أوكي. أنت تشوف الحياة وردية بوجودك سيمورا. فما شكون يعتبر زيدا أن الوردي هو الجزء الأنثوي في كل واحد منا، صحيح، وهذا وكل رجل فيه جزء أنثوي وهو طاغي عندك. أنت طاغي عليك شوي. عد برهان الوحيد اللي جاب لون نجم نقوله أحنا نحبش نقول كئيب، ما يدلش على اكتئاب، ولكن لون صبر يقولوا بالفرنساوي اللي ما عندهاش ما فيش فرح ما فماش ما فيش فرح. ويبقى سؤال علاش علاش فعلا نطلع 20 سنه من الدكتاتوريه علاش جاهم الاكتئاب توا بعد 23 سنه. زيد الماكينه يعطينا تفاصيل. صباح النور نرحب بك ونرحب بالناس الكل. انا جوست نقول للمستمعين راهو مراد جانا مجموم ذاب الظهر توا جاب المايسترو توا فهمتني من الخليل توا بربي يا رفيق توا انت في الراديو المستمعين هذا شيء ما يعرفوش، اما انت تعبر في الراديو نعرفك يا رفيق يلتخ الطاوله برجوليه مثلا ما فماش طاوله. لا لا والله يا راف بدل لنا الوقت وليو نخدموا من 11 لمس ساعه ونص والله وقت واحد يقوم في عقله يفطر بعد. شنو تقترح في البرمجة من 7 ل 11؟ 7 ل 11 نعرفش نحطوا مدام ليلي شوية براج هاي حظكم، وبالطرقات التمليه تبارك الله طرقات الفرنسية 7 مرات مسدودين مسدودين. دونك بربي سينو اخويا نهار الجمعة فرحانين على الاخر يا الرافع عز نهار في حياتي هو نهار الجمعة. عرفت نية الاسبوع شفناك البارح في جودي تو ربي جعفر شوية هكا صارت ملاسنة ولا كيفاه؟ يا ودي فك عليك يا ودي يرحم والديك سيبني يرحم والديك. يا ودي نحكي على حاجه شوفوها 12 مليون تونسي اش مدخلني في الممثله؟ انت هل كان للتلاسن هكاك اللي صار وشويه تنسون اللي طلعت تبعات في الكواليس او لا؟ ما هو كلهم جرايرك انت فهمت التبعات هذيك. ربي باقي ستر جعفر كما تعرف ويسيح علي وانا انا معناتها علاقه مقربه. جعفر خدمنا معاه فز وخونا وكل دونك ما صار شيء. شان عاد يوسف الاسئله كانت بيرتينون من بيا معناها ايوه تعرف يا ودي هاي ما تسيبني يرحم والدي. يا سونيا تكلم انت راك ممثل قناه قانونيه ندخل الامور القانونيه نحكي على كرونيكور هي عادي بيا سالته اسئله هو جاوب كما حس فيها تحب تسمي انا قلت لها سمي فهمتي هي ما عادتش تسمي وكا المهم ربي يبقى عليك بالتوفيق ليكم في جودي تو موسم جديد في انتظار المفاجاه الكبرى التوفيق ليكم قلت لك فهمتني ظاهر فهمتني ولا انا باش نتناو بكم انا وسونيا باش نعمل لكم انتظار. رحبوا به البارح نجم التاسعه والتاسعه سبور ناصر بدوي. صباح النور نهاركم زين نهاركم مبروك نهاركم اسعد ايام. توا عملنا نتاكد رفيق القوه نتاعك انه واحد خدم معنا زوز زابين وزوز خدم معنا في الباتور خذا كهرباء جديده معناتها تبارك الله عليك رفيق اللي يقرب لك جرتك باهيه جرتك محلاها وزاد يسلم له قرايته
هو يسلم له خرايط فما نجموش ننكروا هذا، فما اللي عمل قهوه، فما اللي عمل مشروع، فما بر عزيز يعمل قهوه. انت تيشرتك ماهيش خضراء، انت تيشرتك ماهيش خضراء. الحاج عامل قهوه، وين عامل قهوه؟ كل ما زين عامل قهوه قبل ما زين. نحسب عليك انت، انا عزيزي ربي يفضلك. عزيزك ساره مش انت، وربي يطول في عمرك. وش عامل في الفيسك عزيزي؟ ورحمه بابا لاباس. خالص واش عم تعملوا له حتى قانونيا سونيا خالد؟ بر ربي يطول عمره. اخويا حبيت نقول لك، اخويا جرتك محلاه وجرتك مبنى. وقت اللي تا واحد يقرب لك يا اخويا في ساعه ما يجي الرزق وفي الحمد لله. ايش درتوك يبدا واحد يطبل لك زي الحمد لله. نحكيو على امور الرزق والفليجات المنتظره في هذا الموسم مع السيد برهان. صباح الانوار. وي يا برهان يا معلم. يا برهان ان شاء الله جمعة مباركة. ان شاء الله ربي يبقى علينا الستر، ربي يتقبل منا الجميع ان شاء الله. انا على عكس زياد ابدا، هذه قصة 11 ماضي ساعة. زياد يعني سيد صلاة الصبح، واحد باش يعمل بين الصبح وبين 11 في نهاية؟ ما هو يصلي واحد يرقد. لا هذا كلام تو تصلي تخرج العمل، تخرج تسعى للرزق، تخرج تسعى للخير، تسعى لانك تخلق ثروة، تخلق روحك. معنا وقت ياذن الصبح برهان؟ تو في حدود الأربعة وربع. الأربعة وربع معقولة هكذا. الأربعة وربع. الأربعة وربع. إن شاء الله كل عام وإحنا بخير. علاش فهمت؟ هذه اسمع اسمع، هذه عرفتك تدخل بعضك ساعات ما تفرقش ما بين تعزية وما بين واحد. أه نعم. مبروك عليك. صارت لك تبلوكيت وقت التعزية في الجبانة وبعد جاي راسها. جاي راسها. مبروك عليك. لا وذكر واحد صاحبي عنده موه مسكين كذا. وعندنا واحد صاحبنا دخل بعضه ما عرفش كيف يقول لك البركة فيك. قالوا مبروك. لا مد يده قالوا سافا الأمور. قالوا ايش هو سافا هاك شوف. قالوا هاك شوف قديش سافا الأمور. جيك ولا كيف انا تو تبلوكيت. كل عام وانتم بخير على شو الله وعد. برنس مرسي برنس سيد سابح النور. صباح الخير يا خويا يا عزوز. الرقم الصعب راهو الحاج حق نقولوا الرقم 36. عندي دخله طويله شويه. اولا دخله عندي اثر لي خاطر عندي لنفوت رفيق. فيسع فيسع المسموم اللي قال شم المسموم. راهو المسموم قول له كيبدا ياسمين ويبات تولي فيه ريحه مش باهيه. شنو تشم تشم فيا فيش. خلينا من المسموم حاجه خارق العاده زي اللي يقولها بربي. ماك تعرف الكورونا ملعب الجمعه الكميه الكورونا الكورونا صدمت علينا والناس بدات خايفه. والمساحات دخلت بعضها. هذا هذا الموضوع الاهم. واني في مساحات ولا تتحلل. لا راهي فما المساحات اللي تحلل عطيتها رخصه الوزاره. اللي مش عطيتها رخصه الوزاره ما نقولش ما تحلوش عندها. الوزاره تعطيها رخصه يعني راهي الناس دخلت بعضها. واقل حاجه هو عنده كورونا هو ما عندوش كورونا. ردوا بالكم على ارواحكم. وربي مره اخرى نقولها لكم ونهار جمعه ونهار مبروك. ربي يبقى علينا السلام. والله حتى في حكايه سامحني رفيق شنو حكايه تحليل اليوجع يحكيوا برشا. قال لك في تونس تحليل يوجع. والله فما ناس راهم قالوا يوجع معناها يوجع. فما دواء ما تعرف الدواء اي دواء يزرقوه فيه زيت يوجع. مش تزرق او يدخلوا في الخشب. نحكي لك اللي فيه زيت يوجع. داخل زيت نفس زيت قليل زيت الحكايه. تحليل ما فيهش زيت كل حاجه فيها ماده معينه ما نحبش نسميها توجع. ما فما حتى في البلايص اللي قاعدين يحلوا فيهم معناها بعثوا لي تساور. الناس فوق لا لا الناس فوق بعضهم معناها هما الناس سوسيبتيبل يكونوا مرضى فوق بعضهم يستناوا في التحاليل لا تباعد لا بافيت لا حتى شيء. دونك نفهموا من غير ما نحكيوا على مساله الاسعار حاجه اخرى 210,000 و250,000 لا 209 هذاك الثمن اللي حددته الدوله. لكن فما ناس تحلل ب 400 450 باش يربحوا زعما شويه وقت. يلا خليناها للاخر لوميور بور لافان. نجمه الاعلام ونجمه الكواليس والمراه القويه في الحوار التونسي مارغريت تاتشر. الاعلام تصفيقه كبيره سونيا الدهماني. صباح كل الناس الكل صباح الخير اللي يسمعوا فينا. ان شاء الله نهاركم مبروك. انا نحب نرجع على لبسه وعلى برهان مسيس بالذات. كيفاش تقول مراد شوي شويه كئيبه ولا صبغه؟ هذيك اناق على صبغيتي. نحكيو على سوريا قمرايه لو كومبل دو ليليغانس ومعاها شابو من فضلك. شابو. دونك شفت انت لو مارياج بين الشابو ولا سوريا القمرايه. اون بو با فيغ ميو. يا سونيا انا في بهذا قد يلزمني نروح تو. انت على رخصه البنايه هذيك عليها. رخصه البنايه شنو؟ اللي تحب عليها. قلت له برهان بنيته دوبي دي زاني كملت خويا العزيز. والله نقول لك علاش برهان ولا عايش هكا خاطر عاش الكبت مع بن علي قبل ما كانش يخرج قبل يخرج يراقبوا فيه كذا تعليم حتى في اللبسه يا راف ما كانوش يلبسوا اليونيتات هكا. بن علي موصيهم من موصف بركوس عرفت الكسوه اللي توصل حتى لليد فهمت تحيه المنصف لا رجل مدرب
ياسر مصطفى رجل موضه هذه ماركه توصيه عريقه والله ريتو مره في الحمام والله تحيه لي احسن بالله والله سينو على سوني الراف ربي يخليه فرصه هشام مش هي 5 أيام هذه ما غابت حتى مره وتحب تجي شرطت في بدايه الموسم اني تخدم 5 على 5 في الاسابيع الاولى طايحه على راسي حلقه ولقيت روحي معناها اوبليجي اني نقبل يا راف خلي الشباب والله مش معقول تو الحاج هذيك نرفعوا في اخر صدقه فهمتني تكمل سونيا وبوريان وناصر تبارك الله يشد البلايد دور الشباب والله دور الشباب حاولوا شبوا شويه الفريق يلا نشوف الاخبار الطرقات نصبحوا عليكم وين ما كنتوا ان شاء الله نهاركم زين ان شاء الله طريق السلامه كان فما شويه سيركيلاسيون النصائح تجيكم توت سويت من عند صديقتنا الفا اي اف ام انفو ترافيك مرحبا بكم يبدا شويه تعطيل على دخل تونس الجنوبيه نيفو الكباريه كيف على رون بوان بن دحه في اتجاه حي الزهور على جي بي 7 نيفو قنطر تقصر سعيد في اتجاه باردو ويعاود القدام نيفو رون بوان خاصه على طريق شطرانه نيفو مارشي اريانا في اتجاه سيدي صالح يبدا زاد الضغط على جي بي 8 من حي النزهه حتى رون بوان اريانا في اتجاه الشرقيه يقولوا لنا صار اكسيدون فوق القنطره نيفو برج الوزير دونك فما تعطيل شويه سيسر ويحكم غيان دو غراف جوست اكروشاج ما بين زوز كراهب كمان باش تتعطلوا سيسوا روحكم الناس الكل. سينو فما تعطيل زاد نشوفوه في اللوتوغوت من الحمامات لتونس. دونك نيفو تركي فما تعطيل ما نعرفوش شناهي لا غيزون اكزاكتومون ان شاء الله لاباس. سيسوا روحكم كمان الناس اللي في اللوتوغوت وداخلين لتونس. الحركة عادية في باقي الجهات والولايات ما فماش تعطيل كبير نذكرو. نشكروا كل اللي يتفاعلوا معنا على الويز وعلى الجروب فيسبوك اي اف ام انفو ترافيك. كان عندكم اي اخبار يهم الطريق كلمونا على 58 550 711. سيسوا روحكم وطريق سليمان الناس الكل. اهلا راديو اهلا وسهلا ويا مرحبا نسلم عليكم الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا وين ما كنتوا داخل او خارج حدود الوطن وين ما يوصلكم صوت اف ام نقول لكم ان شاء الله نهاركم مزيان ونهاركم اسعد الايام الموسم الثالث من الدوامه عدنا والعود احمد والبدايه ان شاء الله باش تكون نهار الاثنين 21 سبتمبر سياسيين فنانين رياضيين اعلاميين وغيرهم هما ضيوف الدوامه الموسم الثالث جرأة صراحة حقائق أول مرة تتقال وأول مرة تسمعها كونوا في الموعد نهار الاثنين 21 سبتمبر على إي اف ام أحلى راديو نهاركم أسعد الأيام ويا مرحبا في جيان الدلال أنواع وأشكال واليوم في جيان سوم الليسيف ليكيد ديكسان 3 لتر ومعها ثاني بلاش يولي ب 28 دينار و500 أكاهو وهكا لا توفروا لا دينار لاثنين أما 28 دينار و500 كاملين جيان أيام دلالنا فنانين متمردين نفس الحلمة قبل كنت نحكي بحرية وسير من روحي والناس تبدأ تقول لي يسكت اسكت في الكونسير اسمع رك باش تمشي الحبس ما تغنيش هكي هذه حاجة ما مش مقبولة معنى عند السيستم خاطر خنار خاطر رابي يحكي برشا خنار فتح الله تي في لوداد الزغلامي مع بازامان تيجا بلاكنا وحليم يوسفي في القاعات ابتداء من 9 سبتمبر بمشاركة اي اف ام انا اللي محرك للعباد انا البلاد ما برعطات ليدرز العربيه في عددها الجديد هل نحن جاهزون للعوده الجامعيه واحتضان 250,000 طالب وهل تتوفر المبيتات وما الذي يمكن ان يتغير في المطاعم الجامعيه وكيف سيتم التعامل مع تفشي الكورونا وفي صوره فرض حجر صحي واين نحن من التعليم عن بعد أسئلة حارقة تجيب عليها وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي ألفة بن عودة حصرياً في أول لقاء صحفي لها وتحاليل معمقة في ليدرز العربية الدبلوماسية التونسية في مهب العواصف الهدنة في ليبيا واعدة أم خادعة ومقالات الأساتذة عبد العزيز قاسم وعامر بوعزة وأيمن البغاني والسفير محمد إبراهيم الحصايري عددكم الجديد من ليدرز العربية متوفر في الأكشاك.
En exclusivité, la Seat Ibiza Style est à 48 990 dinars seulement jusqu'au 30 septembre. Venez vite la découvrir dans notre showroom Seat et notre réseau d'agences officielles. Pour plus d'informations, appelez le 36 036 036. عندك شهادة تقنية جامعية وانت تخدم وتحب تقدم في حياتك ما فاتك شيء نجم تواصل تعليمك معنا وتولي مهندس وبصفة خاصة نجم تزورونا نهار السبت 19 سبتمبر 15 نهج المعمل الشركية 2 يوم توجيه وإدماج ما تفلتوش الفرصة للمزيد من المعلومات اتصلوا بنا على الأرقام التالية 71-940-422 98-741-157 المدرسة العليا الخاصة للطيران والتكنولوجيا مستقبلك بنيدي يفن أحلى ضحكة عمر كيولي غني نفس الاسم زيدو فتحة عمر عبد العزيز عزيز حتى كان طفلة سعدها مكبوب فطيمة فاطمة الزهراء عائشة عائشة وكيفاش تعرف روحك لأنت مبدئيا بديت راك في الفقر وقت اللي تمشي تشري السرويل ولا بلوزان تلقى سمو حق شهريتك فقير نجم تسمعوا راف ماج من كامل أنحاء العالم على EFM.tn علي راف ماج البداية كالعادة بالزابينج نسمعوا زابينج ونرجع لكم بعد شوية للبلاتو EFM زابينج صباح الخير ومرحبا بكم في زابينك حلقة البارح من راف ماج وين موضوع الحلقة كان القضية الفلسطينية ومدام فما رأفة هجان تونس رفيق بوشناق وصدام حسين 2020 زياد المكي يا رب تهناو وتحت التهديدات تنتهي حلقة اليوم من راف ماج سامدون سيكون عنوان الموسم القادم لن نخشى صواريخهم لن نخشى دباباتهم كلنا يد واحدة ضد الكيان الصهيوني كلمة للكيان الفلسطيني زياد باش ندقدقوكم بريان كلمة 36 شارع الهادي بينا حي النصر فيها رفيق بوشناق كان حاجتكم كل يدلكم على موجودين عنده كان ما تويوتا لا ويمشيش في بالك انت كلام وشعارات وروايق بارده كهو لا يا ودي زياد ورفيق عندهم الخطه اللي باش تربحنا العرب الكل تو نحن نسبوا في الاسرائيليين لا اما بالحق كيفاش باش نواجهوا وان ينصركم الله فلا غالب لكم انا ما ربي قال لك اقرا واسعى وان ينصركم الله فلا غالب لكم دونك كان ربي معانا ما تخاف من حد شيء اي ما نحن منش عندك قناعة بهذا ولا لا؟ أنا عندي مع ربي مسلم ولا لا؟ مسلم ما تسمعوش اسمعني أي نسمعك أنت يا ما كيفاش عاديني تكتيك يقهرهم ولا لا؟ يقهرهم يا زياد قل له ربي باش بيكونوا معايا بالكسل متاعي كارهين بعضنا مع ربي ولا مع بعضنا مع ربي يا ولدي شبيك أما شوف برهان على فاز هذا ما نشوفوش أنا مع ربي مع ربي معنا تونسية معك ربي ولا بيك مش هيلا سيدي محلو ويكذب عليك يا ولدي الراف من أوله معروفة بنضالته مش من توا الشيء ودي الراجل من قبل الثورة هو يناظل شي جيفارا مات في بوليفيا تبعث مرة أخرى في حي الخضرة يا الراف كما قبل معناش الوقت باش نسافر ومعناش الإمكانيات كنا مخموعين عماد تسافر جماعة بلحسن وجماعة عماد وكل المطار كانت كي تدخلوا توما يعملوا كومكوال قاوق والنوار وكلهم بعد كالعادة يتنحل أنا ثلاث مرات بتذكرتي بتاع طيارة يرجعوني حتى أنا والله العادة وراسك الغالي متواضع والله متواضع يدي فما ثلاثة فكيت أخرين زاد ما حبش أحكي لكم عليهم متواضع شو بتعمل وهذا البرة مش في إفامة أما في البلاتو فما واحد آخر يحارب في النظام القديم وما يوخرهش زيادة ولو الهي محليها الثورة يا الراف محليها الثورة خطر برهان تربى ويحكي كيفاش انه المنصب هذاك وكان طالب بن علي بتخلي على السلطه لا 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 2004 وقتاش طلب انت 2004 طلبت بوريان بن علي باش تخلي على السلطه ليش ليش انا قلت له زيد حتى 14 بعد 2000 ما يجي لك الزيد عملنا عليه 2019 و2024 و2035 واللي تحب اخذ الثوره تحب ولا تكره ربيت الالزام وانا فرحان الالزام 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 الزام هكا الزام يا زياد يا راجل تي احنا هذي وبالسيفن سيناها ما نجينا بالزام معناتها يزي من وضع السم في اللجم يا الراف في اللجم نرجع توا على البوليميك اللي صارت على الحاج واللي قالوا على حمادي العقربي وصل حتى قالوا ولد البارح لانه حمادي العقربي راهو موشي معناتها لكن موصلش لدرجة خليني نقوله بصراحة وانا نعرف شقاعد نقول طو موصلش لدرجة بوجمعة الكميتي اللي طو مسمي عليه ملعب باجة وكي تقول رجل المواقف رجل الكلمة الواحدة الرأي اللي ما يتبدلش ما تقول كان الحاجة يا ودي شكون خير العقربي بوجمعة الكميتي
يا ولدي تو شكون خير فالور انترانسيك نتاع ملاعبي واحد حمادي العقربي لا يمثل قدك الله سبحانه الله صلي على النبي تو البارح قال هكا هذا لكن يا ولدي يا ذكرى لا ما تحاولونيش ما قلتش يفهم زابينغ مواصلين معكم في الرفماك تحت شعار المقاومة ثم المقاومة لن نرضخ للضغوطات برشا مساجات جاولة لكرونيكور جاوني لشخصي ولكن في اجتماع سري وغير معلن البارحة اخترنا طريق المقاومة والصمود برهان كلمة للأمة وهي تستمع لهذا البرنامج اللي صار عنوان المقاومة اليوم جاتني رسالة امتنان والشكر من طرف أفي خي أدرعي خلي بارك الله فيك على المواقف العقلانية والهذا شالوم سلام سلام بيننا وكذا قال لي شنو حكاية المطرفين شنو ارتباطات قلت له راهو كلامه برا ما تخش عليه برشا راهو خيالنا وكذا قلت له بيوم نرسبت في الليل ومرهم واضحة يسمعوا نهار اثنين ومرهم ليك نمشيو نسمعوا الاخبار تو سويت مع صديقتنا سلمى اهلا يفهم اكسبريس صباح النور. رئيس جمعية القضاة يتهم الوكيل العام في محكمة الاستئناف في نابل بالتدخل الفائدة بعض المتنفذين. عضو شورى النهضة زبير الشهود يقول إنه حاجة البلاد والنهضة للغنوشي ما تعنيش بالضرورة تجاوز القانون والتموقع في رئاسة الحركة. 470 إصابة جديدة وأربع حالات وفاة بفيروس كورونا وغلق روضة أطفال في بنزرت. تذكير مسجد التوحيد في حي تضامن في أريانا بعد تسجيل إصابة واحد من المصلين بفيروس كورونا. الرئيس التركي إردوغان يجدد دعوة الأوروبا لتبني الموضوعية في شرق المتوسط. موعدنا يتجدد في أخبار الثمانية ما زلتم مكملين مع الراف ماج. اشكر انقد وقول اطلب ريبوندور اي اف ام على 71 194 194 وانزل على 1. اعطي رايك في برامج اي اف ام وقول معقول ولا مش معقول في سيرفيس ابري فونت على اي اف ام احلى راديو. اذا تحب توصل لازمك تعرف تقرر تمن تحط الساس والاهم تعرف تشوف بنظره جديده. إذا تحب توصل في اليوالتي عندك أكثر من ثنية إيكول بوليتكنيك إيكول دو دروا بزنس سكول وليكول داركتكتور اي بريباراتوار مهما تكون ثنيتك مع اليونيفرسيتي يوالتي توصل. لمزيد من الإرشادات 71 90 28 11 ولا ULT-Tunisie.com. في جيان إدلال أنواع وشكال واليوم في جيان سوم البي سي بورتابل HP 15 بوص اي 3 رام 4 جيجا ديسك دور 1 تيرا ومع سوري ساكوش فلاش ديسك HP وعام غارانتي بليش يوالي بمليون و 199 دينار أكاهو وهكا لا توفروا لدينار الاثني أما 52 دينار كاملين. جيان إيام دلالنا مع دينيس في الغنطري شيك البن وين ما يجي بسبيسيال برومو ميك شيك 950 مليم أكاهو شيكي وذوق البن اللي فيه ديلي شيك شيك البن. السعر الأقصى المقترح وفي حدود الكميات المتوفرة. ليدرز العربية في عددها الجديد، هل نحن جاهزون للعودة الجامعية واحتضان ربع مليون طالب؟ وهل تتوفر المبيتات؟ وما الذي يمكن أن يتغير في المطاعم الجامعية؟ وكيف سيتم التعامل مع تفشي الكورونا وفي صورة فرض حجر صحي؟ وأين نحن من التعليم عن بعد؟ أسئلة حارقة تجيب عليها وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي ألفة بن عودة حصرياً في أول لقاء صحفي لها، وتحاليل معمقة في ليدرز العربية. الدبلوماسية التونسية في مهب العواصف، الهدنة في ليبيا واعدة أم خادعة، ومقالات الأساتذة عبد العزيز قاسم وعامر بوعزة وأيمن البغاني والسفير محمد إبراهيم الحصائري. عددكم الجديد من ليدرز العربية متوفر في الأكشاك. L'université IAE Tunis, avec ses partenaires en France, ouvre ses inscriptions et vous permet de préparer des doubles diplômes de licence, master, ainsi que des MBA, un doctorat et un diplôme d'expertise comptable de l'État français. Infoline 25 526 626. 25 526 626. L'IAE Tunis, la formation universitaire d'excellence pour un avenir certain.
الاثنين للجمعة ابدأوا نهاركم مع راف ماغ مع رفيق بوشناق على EFM أحلى غاديو علي راف ماغ السبعة وثلاثة وثلاثين دقيقة. سبحوا لكل الناس اللي التحقت بينا راف ماغ حتى للتسعة ونص متاع صباح. توت سويت المجلس ينعقد توت سويت الكونسيي راف ماغ لو كونسي. يلا كما قلت الكلام منسوب لزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، ولكن رغم تداوله البارح برش على مواقع التواصل الاجتماعي وفي المواقع الإخبارية لم يتم تكذيبه إلى حد الآن. نقول الكلام منسوب لأنه الهبط على صفحة راشد الغنوشي وعلى صفحة حركة النهضة، ولكن حكي في شكيب هنا في البلاتو هذا في فام، والكلام يقول جلود الزعماء خشنة وهم الاستثناء ويصف ما يسير بالانقلاب. قال كيما الجنود متاع الجيش اللي يقوموا صباح بكري باش يتولوا الحكم ويسقطوا الرؤساء الشرعيين والزعماء. هذا الكلام منسوب لراشد الغنوشي في انتظار تبين حقيقة أنه صادر عليه فعلا، لو صح فعلا أنه هذا هو الرد اللي مشى من راشد الغنوشي للمية اللي أمضى وقائمة خلينا نقول طلب أنه لا يترشح مرة أخرى لرئاسة الحركة. كيف تقيمون الأمور؟ لو صح هذا الرد فعلا برهان سونيا مراد بيت الفريق، شو العدد اللي تعطيه الراشد الغنوشي؟ يلا الأرقام يهديكم نضربوا شوية. 3 2 1 4 بربي الأولاد نختصروا في الإجابات مش ناس كل تحكي ونحكيوا في برش أخبار. مراد 4 يعني غير موافق. بس خلي نوضحوا الامور. كما قلت انت النص ما نعرفوش كون صحح عليه، نعرفوا فما 100 قيادي لكن تكون مقيدين طلعوا للاعلام البعض منهم ابرزهم سمير ديلو وزبير شهودي، ولكن البقيه مازال ما نعرفوش بالضبط. هل انه فما جزء كبير من اعضاء مجلس الشورى من المكتب السياسي؟ هل انه مثلا وجوه مهمه على المستوى الجهوي؟ دونك هذه ديجا تقعد نقطه استفهام. بعد انا شخصيا الى اللحظه هذه يبدو لي النص هذايا ما عنده حتى علاقه بالاسلوب الخطابي. ما نحبش حتى نحكي على المحتوى نتاع راشد الغنوشي ملي نعرفوه، خلينا نقولوا مش حتى من 2011، حتى من قبل 2011 هو عمره ما سمى روحه زعيم، ما يحكيش على روحه على تروزيام بيرسون، وهذا اللي موجود في سيخة الناس. فيه شيء من الغرابة، أما في الأصل هذا كان منتظر. وباختصار باش الكل تتكلم، هذه راهي زاد الفاتورة نتاع اللي صار من غير ما نحكي وقت الانتخابات والأغلاط والجملي وعدم معناها عدم المساندة لترشيح العبد الفتاح مورو، وأنه جزء من النهضة كان راهو ضد راشد الغنوشي إلى حد لائحة ثقة وقت اللي صارت الهبة متاع عبير موسى وقتها وين تجمعت. لكن أكثر من هكا راشد الغنوشي اليوم ضد القانون الداخلي متاع حركة النهضة. قانون حركة النهضة يقول قانون داخلي يقول ما تنجمش تترشح. أحمد جلاسي قال البارح من يسير النهضة غير شرعي. هذه ديجا نقطة ما فيها حتى كلام. اليوم راشد الغنوشي السؤال يبقى من معه ومن ضد صلب الحركة. يبدو وأنه ولأول مرة موازين القوى تبدت، وأنه كذلك معناه هذه محاولة نوعا ما للتأثير على رجل. يقول لك صعيب يكون هذا كلام راشد الغنوشي بما عرفناه على الرجل من 2011 لليوم، على الأقل في المعلن في ختاماته. أنا مايل للصيغة هذه، لكن كتبها حد قريب من راشد الغنوشي. كيف سربت؟ من أوقع الآخر في الفخ من الجناحين المتصارعين؟ ينجموا يكونوا مجموعة راشد الغنوشي أعطاتها وسربتها بطريقة غير مباشرة للمجموعة الأخرى، خاطر اللي سربها الإعلام هي المجموعة الأخرى يعني، واللي جابها الإي إف إم هي المجموعة الأخرى. وقلت لهم شكيب قريب للمجموعة اللي ضد راشد الغنوشي، قريب من سمير ديلو والمجموعة بتاع عبد اللطيف المكي وكذا. هما أي ما معروفش تصنيفات وهما حرارة بريتو يكونوا وين ما يكونوا، احنا نوصفوا ونحلوا. أعتقد سربت لهم فسربوها، وراشد الغنوشي صمت لأن رسالة تعجبوا أوفون، مش هو كاتبها، أنصاروا اللي كاتبينها صمت عنها، والدليل لم يكذبها وما عملش منها حتى شيء. والمواقع داخل حركة النهضة اللي قريبة لراشد الغنوشي تدافع على الرسالة وتوزع فيها دون أن يقع تبنيها بشكل رسمي، لأنه لم يكتبها راشد الغنوشي. تتحدث فيها على تفاصيل لا سن، وهو يحكي جاوني في غسلة المغرب 5 من الناس عملوا طلبوا موعد، ما قالوش اللي هما جاوا يطلبوا مني بالتنحي، قالوا حشنا بك يا شيخ، استقبلتهم في داري بعد صلاة المغرب، جاوا قعدوا بعد عطاوني كذا ومش حاسين كلام فيه تفاصيل. ما تصورش كما قال يعني الواحد أنه هذا أسلوب، ولكن أسلوب الناس اللي هو
مع راشد الغنوش. بحسب رايك هكذا يفكر راشد الغنوش اليوم وهو يدير هذه الأزمة؟ تفكير مجموعة راشد الغنوشي هذا هو، أنه اليوم الحركة في حاجة لزعيمها، الحركة بدون زعيمها ستضعف. قصة علينا أنه فرق بين قصة التداول على الدولة والحكم في الدولة تختلف عن قصة التداول الحكم في الأحزاب، وبدأوا يستشهدوا بتجارب عالمية. يعني كيفاه يعني عندما ترحل الزعامة التاريخية ماذا يحدث داخل الأحزاب؟ ورجعوا هم يحاججون بعضهم البعض بالديمقراطية، تحبوا على الديمقراطية إيجا نحتكموا للمؤتمر. كالمؤتمر ما جابش أصوات فيها راجل غنوش سيتنحى، يقول لك بأي معنى للديمقراطية تطلب منه أصلا لا يترشح، ما خليه يترشح هو وغيره. فما قانون الداخلي، قانون الداخلي اي منطقهم انه القوانين الداخلي مش قرآن، القوانين كما تعملت في اتحاد عام توسي الشغل وصوت لها بالديمقراطية وبالأغلبية كده. وكانت عملية تصويت حلوة قدام نور الدين طابوبي الورقة ويكوشي وغادي، ما يعني هو يتفرج في خلينا في العملية. خلينا من الاتحاد تو احنا في النهضة. اوكي العملية تاع تصويت فيه فيه على عم نور الدين، على عم نور الدين، على عم نور الدين، على عم نور الدين، خاطر ما يحبش الغولة صح قدام. مش نرموه في الخلوة، مش خلوة، علاش ما حطوهمش الخلوة؟ خاطر ما يعرف بها ربي النقب الاتحاد ما عندوش امكانيات. لا خلوة تيشتي، هو بلاش خلوة وضربة الكورونا خلي يدخلوها في خلوة. الكورونا مسألة صحية، مسألة صحية. عم نور الدين استفاد. الأيام القادمة ستكون ساخنة جدا في حركة النهضة، من الواضح أنه الصراع سيشتد سيحتد، وأنا متأكد أنه المرحلة هذه سيتلوها، نأكد ونعاود على كلام البارح، ولادة حزب جديد من جلباب حركة النهضة، إما خصوم راشد غنوشي أو مجموعة راشد غنوشي. ديلو قال المغالبة تنتهي بالفشل، مؤتمرات المغالبة دائما تنتهي بالفشل، وأيام صعبة جدا تنتظر حركة النهضة. كان واحد من تصريحات سمير ديلو ديما متغلغل في الأحزاب الكل وكلهم يسمعوا فيك ويجيبوا فيك الروماتيزم. الله يا رب مش نعطيك خلاصة متاع النهضة. النهضة ذكر أنت هوني برشا عباد حابت تنقلب عليك للتاريخ، حابوا يلعبوا لك قدام الكرونيكور، حاب والله يحبوا ومن بقي علاش أنت؟ خاطر أنت قوتك في العلاقات مع المديرين العامين وليزاكسيونير متاع الراديو. نفس راشد الغنوشي، راشد الغنوشي ما ينجموش خاطر علاقاته الخارجية فسلي برهان قوية برشا، دونك هو يكور كيما يحب، وحبوا يتسلسوا العلاقات الخارجية برشا أطراف وما ينجموا يعملوا له شيء، عنده بورتفوي عالمي قوي برشا. نفس الشيء كما انت تلعب هوني دوزيام ايتاج، رشوده يلعب بالطيارات. وشي تعمل ربي يا اخي، نحن كفار مع ربي، ايش بيك تعمل لي ربي معك. حتى صارت محاولات وكل دي والله صارت يا بورين، التاريخ حبوا يكوروا والله ما يعرفش التفاصيل والله حبوا يكوروا. ما هو مسمار ب17 بكل ديمقراطيه معناها جرينا الامور. سني عندك مضيف ولا نمشيو الحمل همام شويه؟ فقط كل شيء تقريبا تقال. انا اللي يضحكني شويه في الموضوع اللي ضد راشد الغنوشي يفكرون في الخلافة، لكن كذلك اللي مع راشد الغنوشي يفكرون في الخلافة، يعني بقاؤه يسمح لهم هما أنهم يتغلغلوا، أنهم يتقووا، أنهم يقلبوا موازين القوى. يعني كلاهما يفكر في الخلافة. أنا نتصور اللي باش تصير لانوي دي لون كوتو في حركة النهضة، وأكيد أكيد أنه هذا الانقسام بشي أدي إلى وجود حزب. أما ما نصورش اللي الشق نتاع راشد الغنوشي هو اللي بشي غادر الأخرين بشي غادر. مش كون ثم لنوي دي لانكوتو؟ لا ما نوصلوش للسكاك نراه. نمشيو للاخبار الموالي، ماش عندي وقت. نمشيو للاخبار الموالي. اسمع مراد، شفنا قيمة الاسماء البارح مراد، شوف مش لمية بيان سور لما تعرض لمية، اعطينا بعض ولكن الرسالة نفسها يشكك في قيمة الاسماء وقت اللي قال جابوا لي اسماء بدون امضاءات. اوكي، في الرسالة نفسها نزبت الغنوش يقول لهم انتم كي تشوف قائمة فيها سمير ديلو، فتحي العيادي، ميكرو حمامي، عبد اللطيف المكي، قلت فتحي العيادي كذلك من من من, من عماد الحمامي وزن ثقيل، وسام الصغير نايب كذلك، زيد دولات لي معناه من لوجو صديق برهان، استاذ معز بالحجر حومه معناه
حمام غزاز تقليبيا بالنسبه نقعدوا نجيب لكم كرواسون. يلا كانت هذه القائمه نمشي للاخبار المولي قاعد يحكي بالهنا هذا اللي قراك سينون ما دام سبع خدمه ماشي ايش بيك يا مراد كنت في كمان راك يا مراد عمل زياده ذوبه مش انا نعملها وقتها عملت دون تو كي كنت صغير مش تو يا ايش بك شي نفرق معك في الرومان انا تعطيني كلمه يا حاش بيك حاضرين على الغنوش تشاو يبدا لي في سمي لي في اسماء غلطه بربي يزيد بربي شو باش تذيب يا ولدي تثبت ديما نقول لك راهو الغنوشي ما نفع عليهم باش تدخل فما بلوس فما بلوس توا يا ولدي قداش من مرة تكلم وتتكلم بعداش نقول لك كلمة الغنوشي مهف عليهم يتكتك بيهم حتروحوا في المحك ليه في المحك كاي خلينا نشوف كان ما نجحش هلا غالب بالتصويت وكان نجحش قول لهم مش قلت لكم الريان الزعيم وحد ما يلعبني حلو الحمد لله قلت عاونت 100 قيادي اللي حبوا يقلبوا على راشد الغنوش نمشيو لاخبار الطرقات ونرجعوا لكم الفاتو شيل في باور الكاربورون اللي بني تاريخ ومجد فيراري في الفورمولا توا اكثر من 30 سنه بيرفورمانس افيكاسيتي فيابيليتي الموتورك من اول بلان مرحبا بكم تعطي لي زيد على دخل تونس الجنوبية ويبدأ من سبيطار الحروق البليغة حتى النيفو الكبارية دونك يحب لكم على الأقل 15 دقيقة باش تتعديو كيف كيف يزيد الضغط على رومبوان بير القصعة وعلى رومبوان بندحة في اتجاه حي الزهور على جي بي 7 يبدأ من نيفو لينابس في اتجاه باردو ويعاود من قبل نيفو متحف باردو في اتجاه رومبوان الخاصة على طريق شطرانة زادة تعطي لنيفو مارشاريانا في اتجاه سيدي صالح على الغوت بي 5 مدندين في اتجاه رومبوان الخزندار ومن الرومبوان في اتجاه الغوتيكس مازال زاد تعطيل متواصل على جي بي 7 جي بي 8 من حي النزهه حتى الرومبوان اريانا في اتجاه الشرقيه ويبدا شويه من جهه اخرى نيفو سيتي اولمبيك في اتجاه سونتر فيل وضغط زاد على شارع مفتاح سعد الله نيفو راستابيا في اتجاه رومبوان باب سعدون على الغوتيكس نيفو حي الرومانا في اتجاه المطار على الغوت 23 نيفو رومبوان حي الرياض في اتجاه المرسى ويعاود نيفو رومبوان معرض الكرم كيف كيف تعطيل على الغوت ناسيونال 1 نيفو رومبوان محكمة بن عروس ويعاود نيفو مقرين الرياض في اتجاه جبل الجلود على شارع أبو القاسم الشابي في أريانا نيفو ستيك في اتجاه وسط أريانا ضغط زاد على جي بي 10 نيفو رومبوان في اتجاه أريانا ومن جهة أخرى في التقاطع مع شارع خالد بن الوليد في اتجاه المرسى سينون في اللوتوغوت تعطيل من الحمامات في اتجاه تونس نيفو تركي مازال متواصل والحركة عادية في باقي الجهات والولايات نشكر كل اللي تفاعلوا معنا على الويز وعلى الجروب فيسبوك اي اف ام انفو ترافيك اللي عنده اي خبر يهم الطريق يكلمنا على 850 550 711 سيسر ويحكم وطريق سليمان الناس الكل شلفي باور الكاربورون اللي بني تاريخ ومجد فيراري في الفورمولا توا اكثر من 30 سنه بيرفورمانس افيكاسيتي فيابيليتي الموتورك من اول بلان نعود بعد الفاصل موعدنا مكمل بعد شويه في الكونسي ما تبعدوش Les grands culés de filles des nanocristaux yamlou réfraction tarvou باش يحسن في الالوان الفيس ديتكشن في الابارات هبريد ميرورليس خير من الكونتراست ديتكشن في الرابيديتي نتاع الميزو بوين مثلا في تك تيبس الكلام صعيب لا نقولوا العيب نرجعوا التكنولوجيا لاصلها اللي هو حلان المشاكل التكنولوجيا على طريق التك تيبس تنجح تسمعوا نو زاستوس تكنولوجيك من الاثنين للجمعه مع 8 نتاع الصباح والخمسة نتاع العشيه على اي اف ام احلى راديو على خاطر انت عروسة واللي يقصد يقصد دار كبيرة هابي ناس تحط على ذمتكم 21 مارك دو مكياج و 16 مارك دو بارفان avec 20% de remise تومبولا و بلان دو سوربريز يستناو فيكم بير دو لونيت سمارتفون و بارفان دو لوكس و برشا كادوات للربح هابي ناس فرحين ديما خلي صغيرك يبدع ويتفنن مع بيك كيدز ايفوليوشن سترايبس الوان وزاهية باش يعمل اكثر جو صحيح حتى كان يتيح ويتبرى بسهولة بأقلام تلوين بيك كيدز ارسم نجاحك اسمعني توا قادمين على رونتري سكولير ولازمنا نركحوا بيت الاولاد باش يلقاو راحتهم في قرايتهم وي سورتو بيروات يقراو عليهم اي اما مانيش عارف وين نلقى موبيليا كاليتي مزيانه والدوم وباحسن سوم الحل عند لي شوغون سوتيفاب الكل اخر واحسن لي موديل في بيوت الصغار من الفروشيات للكريسي والبيروات وحتى لي زيكول بريفي يلقاو الاثاث اللي يلزمهم فيها الغونتري ما لفاش نستناو ديريكت نمشيو لسوتيفاب وان شاء الله صغيراتنا من ناجحين L'université IAE Tunis, avec ses partenaires en France, ouvre ses inscriptions et vous permet de préparer des doubles diplômes de licence, master, ainsi que des MBA, un doctorat et un diplôme d'expertise comptable de l'État français. Infoline
25 526 626 25 526 626. L'IAE Tunis, la formation universitaire d'excellence pour un avenir certain. كانك ناوي باش تعدي مناظرة القبول للالتحاق بالمعهد الأعلى للمحاماة ولا المعهد الأعلى للقضاء، شارك في الدورة التكوينية اللي منظمتها Law and Business School بداية من 21 سبتمبر خيرة المكونين من أكاديميين محامين وقضاة يأطروك باش تضمن نجاحك. لمزيد الإرشادات زوروا موقعنا www.lbs.tn وكلمونا على 98 55 11 76. 98 55 11 76. في مونوبري أحسن خبر 2500 برومو كل شهر. خبر اليوم وحتى 20 سبتمبر جافيل ليكيد جودي 5 إيترات ومعهم إيترا ونص بلاش ب 5 دينارات و290 في عوض 7 دينارات و670. مونوبري ديما معك. عودة موافقة مع شيليليكس، الزيت الوحيد المصنوع من الغاز الطبيعي واللي اخترتوه برودوي دلاني للسنة الخامسة على التوالي. أحلى ضحكة غرغروا بيه ولا سحولوا مخو هذاك. يعني غرغروا بيه نتاعك شنية اللغة غرغروا بيه؟ نقولوا غروا بيه وغسلوا له مخو. اي غروا بيه وغسلوا له مخو. سامحني ما عشت في أمريكا وتغربت نسيت شوية اللغة. بلاي قداش قعدت في أمريكا؟ جمعتين. كثرت لها من الغربة. مع رفيق بوشناق على إي إف إم أحلى غاديو. موصيل معكم في الكونسي، موصيل معكم في المجلس، نمشي لتسريح للأمين العام لحزب العمال حما الهمامي. جملة بسيطة ولكن هل توافقون لرف مقر؟ يخيفني قيس سعيد جدا وهو في الطريق نحو الاستبداد. رف مقر الأعداد واحد، هل هذا الكلام صحيح؟ ثانيا، هل من حق حما اليوم بعد الفشل اللي عاشه حزبه واليسار أنه يحكي في الأمور هذه عوض أنه يحاول يصلح الأمور ويرجع حزبه في الصورة ويرجع اليسار التونسي للصورة؟ تقريبا صار شبه غائب. يلا ناصر كلمة لحم. حما والله آخر واحد الحق ينجم ينتقد رئيس الدولة، معناتها بالحق حما الهمامي في قداش من مناسبة جاتوا فرصة باش يقول ياخو بلاصة في من موقع سياسي، لكن حما ما نجمش ياخو بلاصة قداش من مرة يجيب 0 فاصل، معناتها ما عندوش مكان. لكن اليوم رئيس الجمهورية، اليوم فما 2 ملايين و700 صوتوله، واليوم حتى في معناتها لي سونداج الكل رئيس الجمهوريه الاولاني في تونس عنده الثقه نتاع التوانسه. ولهذا اليوم الراجل مازال كان عنده عام مازال كيخدم، قاعد يحاول يطبق في الدستور في المشاكل اللي توجدت في البلاد الكل. ما شفناش حاجات تاكد انه رئيس الجمهوريه قاعد يحب يقول احنا يتغول ولا يحب يولي معناتها يمشي للحكم. نقول احنا بالكلام اللي قالوا حما وانه في طريقه الى الاستبداد، برهان الكلام في علاقه بقيس سعيد وانه مشروع ديكتاتور مشروع مستبد، هذا تقريبا معنى كلام حما. وهل انتهى حما سياسيا بإيجاز؟ لا، من أنا لا أعتقد، نختلف مع الناصر شوية. من حقه بالطبيعة، من حقه، من حقه ألف مرة ومليون مرة. حما الهمامي في نهاية الأمر أيقونة مهما كان وضعية حزبه، حما الهمامي أكبر من الحزب. أنا أعتقد أنه حتى الاسم اللي عمله نحته حما الهمامي في مسيرته أكبر من حزب العمال ومنها، رغم يعني التجربة التنظيمية متاعه. حما في نهاية الأمر إيكون محطوطة جدول كامل، تختلف معه أو تتفق معه. مش اليوم شو يقولوا حما ما عندوش الحق على خاطر ما جابش الانتخابات. كلامه صحيح، حما ما كانش في الانتخابات قبل 2011، لكن كان موجود في مسيرة كاملة اللي هي أنا نقدر راهو فما جيل كامل ينظر بكثير من الدراماتيكية قيس سعيد بكثير مرارة، كلهم يتسألوا شكونه، علاش هو مش احنا، من انتم، شكونك انت؟ انا وقت اللي ذكر حما تاريخه من السبعينات في العمل التونسي، ويتذكر تاريخه في تأسيس حزب العمال، ويتذكر تاريخه ضد نظام بورقيبة وبعد ضد نظام بن علي، انت غير موجود. وقيس سعيد حينها كان نسيا منسيا، استاذ معناها يخدم على روحه رايد، كلها تعاقب. ترى نفس العقدة الغنوشي تجاه قيس سعيد هي عقدة حما الهمامي، هي عقدة هالديناصورات هذوما اللي أطاح بهم
قيس سعيد داتا سبتمبر 2019 فجأة جاء من وراء ظهورهم من خلفهم وطلع وقال لهم أنا الذي سأحكم بكالزخم الجماهيري اللي كلهم كانوا يتمناوا ليه. هم كلهم الغنوشي مذبيه راهو الآلاف المؤلفة كانت وراه هو يفتح في مكة وداخل مقبل البدر علينا حمر كان مذبيه الآلاف يعني عاودوا له مشهد الثورة البلشفية فهمتي هو داخل الموسكو فهمتي معناه البتروغراد فهمتي ويطيح في القيصر فهمتي الكل رقا شكون يعمل في الحكاية دي أستاذ جامعي من خارج السيستم عادي جدا باش يختلقوا له الصحيح والغلط. أعتقد من المبالغة أنه اليوم نجموا نخافوا من قيس سعيد أنه يرجع للاستبداد ويرجع للديكتاتورية. يوسف الشيد لا أعتقد قيس سعيد عنده رؤيته، رؤيته قصة الشعب يريد، ولكن في نهاية الأمر أنا لدي إحساس وهو شبه قناعة أنه قيس سعيد ديمقراطي كونفانكو ماهوش بتاع رجوع للديكتاتورية والاستبداد، عنده رؤيته يدافع على نفوذه زادة ماهوش سيدي تاتا يعني ماهوش باش يقعد مكتف يديه في المعركة السياسية بتاع خصومه. في كلمة يخوفك ولا قيس سعيد كمشروع مستبد؟ خلينا حام على روح أبدا يا أخي، احنا باش نحكم على النوايا يا أخي. هذا راهو أستاذ قانون دستوري يعني متمكن من الدستور، ما ينجمش يكون مشروع استبدادي. يبدو لي فعلا أنه مبالغ فيه برشا، خاصة أنك تحكم على عبد مازال منين، هل أنه حمل همام يعطان علاش؟ شنو اللي خليه يقول الكلام هذا؟ فما اللي يقول لك فما بوادر مثلا، فما اللي يقول لك يكفي اللي عملوا مع رئيس الحكومه الجديد في علاقه بوزير الثقافه، كيفاش حاب يخرجوا في هيئه الماريونات، هو يقول راه تخلينا عن الوزير، هو يجيبوا غدوه صباح يقابلوا وينبوزيه في الحكومه، ودستوريا وقانونيا لا يسح له ان يفعل ذلك، فعله ولم يفعله في الكواليس، فعله في العلن. يقول لك هذا مشروع مستبد. مش هذا مشروع مستبد، نحكي لك العباد شو تقول سوني. يقول لك هذا على الاقل كيفاش يعملوا في الكواليس ما عندوش فيه الحق، خرج وعملوا فرضوا على الناس الكل وتعدى، هذا مشروع مستبد. فما من يرى الناحية هذه مثلا؟ أنا يظهر لي فما مشكلة متاع كوميونيكاسيون، وفما مشكلة متاع قلة خبرة كبيرة في قصر قرطاج. بالنسبة لقصر قرطاج فما قلة خبرة كبيرة وكبيرة جدا، ما يحسوش بالوقع نتاع مجرد زيارة شنو تنجم تكون التبعات نتاعها ولا كيفاش يقع فهمة. لكن أن نتهم قيس سعيد بمشروع ديكتاتوري يظهر لي مبالغ فيه. وانت ابن اليسار زيد حما كلمه اخويا حما، كيما قال برهان من حقه، وانت تو النصر صاحبك وتطلب فيه وكل انا حما نحبه، جاب لي باكو ورد السياسي الوحيد ذاكر عاملاه وجاب لي باكو ورد من وقتها اندثر الحلم والله ليه الراب. كيما قال السونيا قيس سعيد الحاجه الوحيده اللي تخوفني هي الانصار اللي ديما يقولوا له قيس ينجموا يغلطوا في روحه، اما هو كان يخليه وراه ما يغلطش في روحه. توافق المقاربه اللي عملها برهان بين الحلم نتاع حما ومسار في الثوره البولشيفيه؟ اي نوافق نوع برهان موافق وخضري حق قلت لي ضده. لا 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 شنو النقاط نجم تصير كانت متشابهه؟ برشا نقاط الراف تو وقت الزابينغ ما نجمش نقول لك ام بربي الراف هذيا بالعاني نحب نزرقها الواحد كرونيكور هوني على الدكتاتوريه وكل الشاهد حب يرجع الدكتاتوريه بلا مره. انت وليت تحكي واتساب ما تسميش اما والله حب يلعب لكم يا شعب. حاول تعاود المستمعين باش يعرفوه. حاول تعاون المستمعين باش يعرفوا لي هاو كبير الحاج ومراد وبرهان 57 دقيقة نسمع الرادار ونرجعوا لكم للبلاتو ما تبعدوش. هذا تفصلنا على الأخبار، حاب يقول كلمة في حما مراد في 30 ثانية باش ما نخرجش برشا. أنا ما نجم نقول كان كلام باهي في حما في برشا حاجات، أما نحب نذكر زادة وأنه حما وقت يعطي دروس لقيس سعيد في الديكتاتورية راهو زادة هو زادة تجاوز شوية الخطوط الحمراء كي قعد 5 عهدات عمل 5 موندا على اتحاد العمال على رأس اتحاد العمال حزب العمال. وكم كان بيودي أنه في الفترة الأخرانية يعطي المشعل لواحد شاب باش يكون في توافق مع أفكاره اللي احنا الكلنا ندافعوا عليها ولو الشعب التونسي ما مشاش معاه في الانتخابات الأخيرة، ولكن يلزمنا شوية انسجام زاد الكلنا خصوصا في العائلة اليسارية. الكل عندهم نظرة للديمقراطية الحزبية وللديمقراطية داخل الدولة، يقول لك تداول في الدولة اوكي نحكيو فيه، أما في الحزب مشروع آخر. نفس الكلام تقريبا كل يحبوا يهديوا الديمقراطية للآخرين أما انتقلت فيهم هاي من فضلك إلا بن علي. لا لا سيادته كان يؤمن بالتداول من فضلك، سيادته كان منسجم لا حب يهديها لا الروح ولا الاخرين. ربي سؤال على بن علي يؤمن بهذه الكلمه. ربي سؤال صحيحه وقتها كنا قبل يقول لك بن علي يحضر في صخر باش يطلع هو لا فماش منه خذ قاعده الديكتاتور
راهي نفسيه الديكتاتور. عمرك ما تصدق ان الديكتاتور يورف. يتخيل حد اخر ينجم يحكم. هو شي يعمل يصم اذنه على مساله خلافته، يعتقدها غير ممكنه. يعتقد انه بقاؤه ازلي. اي ديكتاتور ولده نفسه ما يتخيلش انه يكون باش يحكم ولا يقلو الحكم من بعده يعني باساسيون. ما يهموش هو الى انه يموت. هذا انه بن علي يحط صخر وليلى بربي بني المسيح. كنتوا كل تسمعوا فينا شعب كل على الكوت معناها سيها لكي برب ربي سيها. كنت تسمع من وقتين وقتين النظام النظام القديم وقتين تروش متاعك. وهذه قوة الأنظمة راهي النظام القديم يحكم بالوهم. يخيب الوهم. هبلتونا وليتوا اسمع برب حتى تليفونك سكر تليفونك وإحنا في القهوة ويحكيوا على الكلوب والاسبراس راهو مش على حاجة اسمع راهو قاعدين يسمعوا فينا. وهذه الإشاعات تبثها الغرف الغرفة تبث إشاعة الغرفة السوداء باش تولي مطمئنة يولي العباد تصدق توقف الخدمة. هذاك عليه كان بوليس على موتوبيكان يحكم لعبونا بعصابنا دبرونا أعصابنا لعبنا بعصابنا اللي دار باش كانت تخدم رفيق صحيح بكواترو بن علي يدخل يلقى المدير الواحد يقول لك في إشارة هكا يقول لك الفوق بصبر هذاك قال هكا في الواحد يبدا يغزر له يبدا خايف قال له يغزر له هو يلا سيدي كانت هذه 23 سنة مع برهان نرجو لكم في الساعة الثانية من الرف ماك ما تبعدوش إيفام ميتيو. صباح الخير نهاركم زين على إيفام أحلى غاديو. اليوم الجمعة 18 سبتمبر نهاير مزيان وسخون. شميسة زرقت في تونس 6 و4 دقائق. سماء صافية في جهة الكل معها شوية سحاب. الريح تكون معتدلة خفيفة في الصباح وسرعتها في العشية ما تفوتش 30 كيلومتر في الساعة. البحر باش يكون متموج في خليج قابس وفي شطوط الشمال ومضطرب شوية على باقي السواحل. يعني كان تحبوا تنجموا تبرمجوا عومة. الحرارة في ارتفاع أعلاها يكون بين 28 و32 درجة على السواحل الشرقية، بين 33 و6 36 في الشمال الغربي والوسط، وبين 36 و39 درجة في الجنوب. خلينا نعملوا تحويسة صغيرة نشوفوا الأجواء في بعض الجهات. نمشيو للنابل وين تسمعونا على 87.6. نقاو السماء صافية نهار كامل. الحرارة توصل في العشية 31 درجة مع نسمة خفيفة سرعتها ما تفوتش 8 كيلومتر في الساعة. من نابل نطلوا على قابس وين نقاو طقس مزيان وسماء صافية نهار كامل. الحرارة توصل ل 32 درجة ونسمة خفيفة سرعتها في حدود 12 كيلومتر في الساعة. أنا نرجعكم ساعة جاية بحويل الطقس وانتم خليكم مغنشي على إيفام برامجنا يوانسوكم. بعد شوية مازلنا مكملين مع رفيق بوشناق وتوت الكيب في الراف ماك. توت سويت خليكم مع الأخبار. إيفام 8.3 دقائق في تونس 9.3 دقائق في القاهرة. أخبار الجمعة 18 سبتمبر مع سالمة هلال. مرحبا. مرحبا. المجمع الكيميائي التونسي قرر توريد 30 ألف طرناتة من الفوسفات الاستثنائية من الجزائر للوفاء بالتزاماته للسوق الداخلية حتى لين توفر شركة فوسفات قفص الكميات المطلوبة. هذا ما أكده المدير العام للمجمع عبد الوهاب عجرود. إجراء استثنائي وظرف نأكد على الصفة هذه، وهو يهدف إلى تكوين مخزون احتياطي إلى حين توصل بالكميات المطلوبة من شركة فوسفات قفص. عند توفر المخزون الاحتياطي يمكن للمجمع التونسي أنه أولا يؤمن الاستمرارية الإنتاج، وهذا هام جدا لأن استمرارية الإنتاج تحافظ على وضعية وسائل الإنتاج، لأن حتى أن نتجنب التوقفات المتكررة ونتجنب التذبذب النسق. متواجدة كمية محترمة من الفوسفات الخام بشركة فوسفات قفصة إذا تم تخطي إشكال النقل، لأن المشكل الأساسي هو النقل بالسكة الحديدية. 25% من الصغار في تونس فقراء، ولازم العمل على أنه في 2025 ما يكون حتى تونسي خارج التغطية الاجتماعية. هذا ما أكد وزير الشؤون الاجتماعية محمد طرابلسي في ندوة صحفية. 25% من الأطفال هم فقراء، تقولوا فقراء ما بين محدودي الدخل ومعوزين. اليوم كي نعملوا المساعدة، المنحة اللي تتعطى للطفل من 0 إلى 18 سنة، هو نوع من الميثاق ما بين الدولة والعائلة والأسرة. مقابل هذا التلميذ الطفل هذايا يلزم يعمل تلقيحه، يمشي المدرسة، يواظب في المدرسة، ما ينقطعش على التعليم. هذا الحد من انقطاع التعليم، أكثر من 100,000 اللي ينقطعوا على التعليم. الرضيع الوطني الحماية الاجتماعية اللي ما تخلي حتى تونسي يزم يكون في حدود 2025 خارج التغطية الاجتماعية.
جمعية القضاة التونسيين تأكد أن الحركة القضائية السنوية الأخرى للقضاة العدليين تضمنت إخلالات كبيرة. وأكثر تفاصيل مع رئيس الجمعية أنس الحميدي في تصريح المبعوث الإيفام للندوة الصحفية أمير العجيلي. إفراغ الدوائر العدالة الانتقالية 32% تم إفراغ دوائر العدالة الانتقالية، وهذه سياسة أصبحت ممنهجة من قبل مجلس القضاء العدلي، لأن المسألة قاعدة تتعاود وتتكرر في كل حركة قضائية، رغم أن الدولة استثمرت في قضاة العدالة الانتقالية وبذلت فيهم من المال العام. كذلك الدوائر الجزائية تم سد جزء قليل منهم في مقابل إفراغ مجموعة أخرى من الدوائر الجنائية مثل الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالمهدية، كذلك النيابة العمومية في صفاقس، المحكمة الابتدائية بصفاقس. بقية أخبارنا في عناوين. رئيس الحكومة هشام المشيشي أكد أهمية تنقية المناخ السياسي بما يساعد على تحقيق الاستحقاقات العاجلة بعد لقاء برئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد. وفاة صيدلانية مصابة بفيروس كورونا في سوسة وتسجيل 22 إصابة جديدة في بنزرت. مجموعة من ناجين من كورونا وعائلات المصابين في فرنسا تقرر مقاضاة رئيس الوزراء الفرنسي وتتهمه بسوء إدارة أزمة الفيروس. منظمة الصحة العالمية دق ناقوس الخطر في أوروبا بسبب معادلات وصفتها بالمقلقة لانتقال عدوى الفيروس في القارة. تركيا تأكد رفضها القرار الصادر على البرلمان الأوروبي بخصوص أزمة شرق المتوسط وتعتبره يخدم المصالح الأنانية لبعض الدول. موعدنا يتجدد 8:30 وتنجموا تتابعوا برامجنا وأخبارنا على FM TV على اليوتيوب. Merci Selma. Donc, Targana Thmanyonos fi IFM Express. Tout de suite, Tasma Mhana, l'astuce technologique du jour, ma Tarak Mrad fi Tech Tips. Ou Bardou Yerjal, comme Rafiq Bouchnek, Ferrafnag. Tech Tips. كل نهار وقسمو في الاي تك مع Tarak Mrad. في تيك تيبس نحكي لكم كل يوم كيف هي التكنولوجيا تحللنا مشاكلنا. في 2020 ثم عبيد مازالوا يستعملوا الفاكس ويعتبروه أوفيسيل أكثر من الميل، عيب عليهم. تيليغرام خير، أما راهو مش خير منهم اللي كل ما تجيه ورقة باش يصح عليها ولا يعمرها يطبعها يصحح وبعد يتحارب مع الفونكسيون سكانير متاع الامبريمونت ملتي فونكسيون متاعو باش يعاود يبعثها بار ميل. اللي يقول لك ثم اللي عنده تليفون بالستيلي كيما سامسونج نوت، أما يقول لك الأمور معقدة والله حليت هالبيس جوان تمام ما حبش تتصحح. وكي ستيلي يستعملوا نهارين لولانين كي ياخد تليفون ممكن وبعد يكفنوا للي قريب يبني الداخل. كان وسع باله شوية راهو طاح على الابليكاسيون Write on PDF ولا غيرها، يحل فيها الدوكيومون باش ينجم يكتب عليه ويسجل اللي كتبه. هيا نقولوا ما عندكش لا نوت لا أبل بنسل لا حتى ستيلي، تربع يديك ليه بتبيعة؟ فما حل آخر، تنجم تستعمل الابليكاسيون ديبوزي فيها سيناتور إلكترونيك متاعك كيما أدوبي فيلانساين. الابليكاسيون هذه دايور تتجاوز التصحاح لتعمير الفورمولير ولا أي دوكيومون تحب عليه على شرط يكون أو فورما PDF. التصحاح بستيلي ولا بلاش على التليفون متاعك في 2020 ينجح. تك تيبس. اللي تعدى وفات زعما يرجع، اللي تعدى وفات زعما يرجع، اللي تعدى وفات زعما يرجع، ولا نعيش ولا نعيش ولا نعيش عيلتي توجع. تعود أيامي أيام أنسي وزهوتي
صوتي وغرامي تعود أيام أنسي وصوتي وغرامي ولا الموت مالنا لغرامي ولا حيت لا من يسمع ولا نعيش ولا نعيش ولا نعيش بعين دينت وجه نحكي لكم عراف اني ما تر مش عراف هو رفيق الطريق يحط النقط على الحراف طويل ومع دمتر لا نايم يوصن يا ساتر ومعه البرنس الكنز بثمار وفانات وميجر زيد زياد وزيادات والطالون تاع سندريلا ويبادر بدو يبنقشات ويقولوا شادد قول الشلة الجود فايبز موجود غرياني ندرة سو كيوت وصغيد يركح ويشوت راف ماج عليو في الصوت علي الراف ماج مرحبا مرحبا رجعنا لكم في ساعتنا الثانية من رف ماك رحلتنا مكملة حتى للتسعة ونص متاع الصباح يواصل قيادة الفريق جهبذ الإعلام زياد المكي متعلقة جينا بالبلوزة الجربية سونيا الدهماني الإمارات العربية المتحدة مراد الزغيدي أجمل كواليس برهان بسيس وصديق المرحوم بوجمع الكميتي بن منصف بن سيد للتوضيح كاتب AE اللي هي ماركة اسمها American Eagles مش أنا رافي أو يا ودي أو توضيح أنا اشتريته لو لقيتها والناس كل زياد ناصر سونيا إيه عنها إعاقة ليه يوم تلفة ذيك يوم تلفة حللها باللودة مش برهان بقراءتك في الأسطر وما بين الأسطر حواثة ما تحتاج تأويل الإمارات العربية طبعا نقول لكم مع شكون بقاف بذو شكون قعد في القهوة